بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، على سيدي أفضل المرسلين عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، كل التحية وكل الإكرام والصلاة والسلام. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع الدرس والحديث العاشر من المقرر نعيش هذه اللحظات الطيبة، وهو الحديث الخاتم للمقرر إن شاء الله تعالى. فقد روى الإمام مسلم وأبو داود في سننه بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه، قالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أبدأ أبنائي وبناتي بالراوي الأعلى للحديث، وهو أبو هريرة رضي الله عنه، وقد تحدثت بترجمة وافية كاملة في حديث ذكرناه قبل ذلك، فالعود إليه في حلقته حتى لا نطيل ونستغل الوقت في شرح الحديث. ثم ننتقل لأبين لكم أولا المعنى الإجمالي المختصر لهذا الحديث، فأقول: لا شك أن الإيمان قد وقر في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وقد حازوا شهادة الرضوان من رب العالمين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقد حاذوا التزكية العالية من أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم فأوصى بهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار لي أصحابي على الثقلين، وقال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. انظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم حب أصحابه جزءا لا يتجزأ من حبه هو صلى الله عليه وسلم، وحبه جزء لا يتجزأ من حب الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن نتقرب إلى ربنا بحب أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نبغض منهم أحدا قط. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف
تعرض وساوس شيطانية لمن هؤلاء صفاتهم من التقوى والورع وتمكن الإيمان من سويداء القلب. كيف هذا؟ أقول هذا أمر طبيعي. لماذا؟ لأن ما عرض لهم ليس من باب التشكيك أو إثارة الريبة أو ضعف الإيمان أو التردد في الإيمان. والدليل على ذلك أن الشيطان لا يحدثهم حديثا صريحا أو يقنعهم أو يناقشهم، وإنما يخنس فيوسوس وسوسة فقط. ولا شك أن الوسوسة تختلف عن إلقاء الشكوك والريب، فيلقي الشكوك ويلقي الريب في قلوب ضعاف الإيمان، أما عند أقوياء الإيمان المتمكنين من إيمانهم الثابت في قلوبهم فلا يقوى إلا على الوسوسة. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة لا إلى إلقاء الشبه وما يؤثر سلبا في الإيمان. الأمر الثاني كون أصحاب رسول الله يستكثرون هذا ويخافون أن يجري على لسانهم وينكرونه بقلوبهم لدرجة أنهم يستعظمونه حتى أن ينطقوا فيه بلسانهم، فهذا الاستنكار وهذا الاستعظام وهذا الرفض لهذه الوسوسة ما كان إلا لقوة إيمانهم. ولذلك علق رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ذاك صريح الإيمان. أعلمتم أبنائي؟ أفقهتم أحبابي؟ كيف كان هذا من باب صريح الإيمان؟ لماذا؟ لأنه زادهم ثبوتا، زادهم تمسكا، زادهم رسوخا في عقيدتهم حتى أنكروه واشمأزوا منه ورفضوه ولا يرفضونه حتى يستحي أن يتكلم به إلا إن كان الإيمان قد وقر في القلوب. تعالوا بنا أبنائي أنتقل بكم إلى ألفاظ الحديث، فأعلق على ألفاظ الحديث لفظة لفظة. أما بداية الحديث هو أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا إليه فقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا، أي في خواطرنا في دواخلنا، من وساوس الشيطان وهمسات الشيطان وتزيين الشيطان وإلقاء الشيطان، ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. وقول الصحابة ما يتعاظم، كأن القول والتصريح به ذنب عظيم
هم ينزهون ألسنتهم من أن يتكلموا به. يا سلام، ما شاء الله. يعني هذه الوسوسة هم يجدونها شيئا كبيرا، ولو تكلموا به لكان ذنبا عظيما. ولذلك النبي قال: أو قد وجدتموه؟ أي أن هذا الأمر متوقع من الشيطان الذي أقسم للرحمن: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هؤلاء من المخلصين، ولذلك ما استطاع أن يغويهم، ولكن لم يسلموا من وسوسته. أو قد وجدتموه؟ وهنا الاستفهام استفهام تقريري، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الشيطان لن يدعهم ولن يتركهم دون أن يوسوس لهم، حتى وإن كان مجرد الوسوسة الضعيفة التي لا أثر لها أمام ثبوت إيمانهم، ولكنه لا يستطيع الشيطان أن يتركهم. أو قد وجدتموه؟ أي وجدتم هذه الوسوسة. وقيل أو قد وجدتموه، أي هذا الانقباض وهذا الاشمئزاز وهذا الرفض لهذه الوسوسة. إن كان كذلك فهذه نعمة من الله. ولذلك أجابوا قالوا: نعم، أي وجدنا هذه الوسوسة يا رسول الله، وأنكرناها واستعظمنا أن ننطق بها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي: ذاك صريح الإيمان. وهنا الإشارة ذاك تعود على واحد من اثنين: الأول تعود على إنكار هذه الخواطر وعدم النطق بها فضلا عن اعتقادها، فهذا دليل قاطع على قوة وصريح وتمكن الإيمان من القلوب وأفعمت به الجوارح. وقال بعض العلماء يعود أيضا على حدوث تلك الوسوسة، حيث لجأ الشيطان لقوة إيمانهم وضعف مؤامراته وتزيينه لهم من الصراحة والوضوح والنقاش وإلقاء الريب وإلقاء الشبه الناتجة عن أدلة ومناقشة وكذا إلى الوسوسة، وليس الإغواء أو التشكيك أو الهيمنة على العقول أو القلوب الذي تغير العقيدة، فوسوس ولم يسترسل أو يستطيع أن يقنع أحد منهم بما يوسوس به أو يوجب ريبة إيمانية تقلل إيمانهم أو تخلعهم من الإيمان أو تشكك في إيمانهم. فهذه نعمة، وهذا ليس إلا من ثبوت الإيمان واستقرار الإيمان في القلوب. ولعل سائلا يسأل: أبنائي وأحبائي، لماذا إذن إذا كان أصحاب رسول الله
أو من على شاكلة أصحاب رسول الله من أهل الإيمان وصحة وسلامة العقيدة واستقرارها في قلوبهم. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يوسوس الشيطان في قلوبهم؟ لما يبتلوا بوسوسة الشيطان فيما يخص العقيدة؟ وهنا أستطيع أن أقول لكم كما يقال في المثل الداري: رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة. إن الحكمة من هذا الابتلاء للمؤمنين يكمن في أكثر من حكمة. أما الأولى فهي لحثهم ويعني توجيههم إلى الخوف على الإيمان، كأنه يقول للمؤمنين: أيها المؤمنون لا تطمئنوا، إن لكم عدو، وإن هذا العدو لا يهدأ له بال، وعداوته دائمة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهؤلاء الذين هم من أصحاب السعير يتمنون أن يأخذوا معهم ويشاركهم في السعير الكثير من عباد الله المؤمنين أو غير المؤمنين، غير المؤمنين لغير إيمانهم، أما المؤمنين لخلعهم من إيمانهم. إذن فهذا الابتلاء كأن الله يريد أن يقول لنا: حافظوا على إيمانكم، خافوا على إيمانكم، رسخوا إيمانكم، قووا إيمانكم، إن هناك عدو يتربص بكم، وفي أي لحظة يمكن أن يثير الوساوس، بل إن ضعف الإيمان شيئا تنتقل هذه الوساوس لإلقاء الريب والشكوك في العقيدة. فإذا ما ارتاب الإنسان في عقيدته فقل عليه السلام ضاع وخسر كل شيء. هذا أولا. إذن أول حكمة من ابتلاء المؤمنين بوسوسة الشياطين الخوف على الإيمان فيحافظون عليه. الأمر الثاني: ربط للمؤمن بربه، ربط للمؤمن بربه، فيلجأ إلى الله في حفظه من هذا اللص اللعين الذي يريد أن يسرق إيمانه، يسرق عقيدته، يسرق منه جنته، يسرق منه رضوان ربه، ويحوله إلى غاضب عليه رب العالمين. إذن فالأمر الثاني فيه حث وفيه ربط بين العبد وربه، حيث يلجأ إليه في أن يحميه وينقذه ويحافظ عليه من كيد الشيطان، فيكثر من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الثالث أبنائي فيه دفع للذاتية، وأن الاعتماد على الذات، وإنما اعتراف من المؤمن بفضل الله عليه ونعمته، حيث حماه وصانه وصان إيمانه من هذه الوسوسة فلم تؤثر عليه سلبا، بل أنكرها، بل إنه يستعظم أن ينطق بها نطقا حتى
حتى مجرد النطق بها يستعظمه، فهذا لا شك فيه اعتراف بفضل الله تبارك وتعالى ونعمته. أما رابعا فأيضا فيه دفع للغرور والإقرار بأن الحامي والصائن والمحافظ لإيماني هو الله سبحانه وتعالى. إذن فكأن الله بهذه الوساوس وبهذا الابتلاء يقول للمؤمن: يا مؤمن، أنا الذي أحميك، أنا الذي أحافظ عليك، أنا الذي أدفع عنك هذه الوساوس، لا تغتر بعقلك، لا تغتر بقوتك، لا تغتر بذاتيتك، لا تغتر بفكرك، لا تغتر بقوة إيمانك، ولكن اعلم أيها المؤمن وأقر إقرارا كاملا بأن الحماية لك من الشيطان إنما هي من الرحمن جل وعلا. الأمر الخامس أبنائي وبناتي أحبائي وأعزائي هو ما دام الله هو الذي حاميني وهو الذي حافظ لي إيماني وهو الذي يرد كيد هذا الموسوس وهو الذي يعني يجعلني ثابت الإيمان وقلبي لا يتأثر به، ألا يستحق هذا الإله الذي حماني وحفظني أن أداوم الذكر له وأن أحمد الله وأشكره دائما وأقول بلسان حالي وبلسان مقالي: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فحمدا لله، حمدا لله وشكرا لله، وكأن الله بهذه الابتلاءات وبهذه الوسوسة يذكرنا ويقول لنا: اذكروني، اشكروا لي، احمدوا، انا الذي حميتكم وانا الذي حفظتكم وانا الذي رددت كيد الشيطان. كان من الممكن ان يزين ويسول، كان من الممكن ان ينتقل من الوساوس الى القاء الشبهات العويصة، كان من الممكن أن يحول القلوب من الإيمان إلى غير الإيمان، كان من الممكن أن ينجح في إضلالكم وإخراجكم من هذا الدين وهذا الإيمان وهذه التقوى وهذه العقيدة النقية النظيفة، كل هذا ممكن، والذي منعه هو علاقتك يا مسلم بربك. فلما كانت علاقة نقية نظيفة صادقة حماك الله وحفظك من كيد وسوسته، فاذكر الله واشكر الله واحمد الله تبارك وتعالى. هذه خمسة حكم ذكرتها لكم أبنائي تبين أن في هذا الابتلاء بوسوسة الشيطان في أمر الإيمان هي نعمة من الله، وهي كما قلت لكم رب ضارة نافعة، قربتنا إلى الله، اعترفنا بفضله، انسلخنا من الغرور والرياء والتظاهر والذاتية، شكرنا الله تبارك وتعالى، ذكرناه وحمدناه. ويأتي سؤال آخر أبنائي وأحبائي وهو غاية في الأهمية. إن الشيطان أحيانا فقط يوسوس وأحيانا فقط
أحيانا يتجاوز الوسوسة ويضيف إليها إلقاء شبه وريبة في الإيمان وتشكك في الإيمان، وتكون الشبهات قوية مشككة. كيف نعالج الحالتين، حالة الوسوسة وحالة التشكيك وإلقاء الشبه والريب الذي مبني على أدلة حاكها الشيطان لنا وهذه تتردد في الأذهان؟ أما الصعبة والشديدة الذي يحمي رب العالمين في الغالب أهل الإيمان وأهل التقوى منها، وخصوصا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حموا ومحميون بإذن الله من هذه الشكوك ومن هذه الشبهات الشديدة العويصة. ماذا نفعل؟ أقول أولا، أما بالنسبة لإلقاء الشكوك وإلقاء الريبة التي لها أدلة، وهذه الأدلة ربما لها تأثير على العقول وتقنع بها العقول، هذه لا تدفع إلا بالنظر والتفكر والاستدلال، وهذه إن عرضت لعالم يستطيع أن يرد عليها، أما إن عرضت لآحاد الناس فوجب عليه أن يلجأ إلى أهل العلم، وخصوصا في تخصص العقيدة. فجاء في بعض الروايات أن النبي صيانة وحماية للمؤمنين دلهم وبين لهم ما يمكن أن يفعله الشيطان في نفوسهم من وسوسة، بل ومن شكوك وتحتاج أدلة. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: من خلق كذا؟ فيجيب الله. ومن خلق كذا؟ فيجيب الله. ومن خلق كذا؟ فيجيب الله. ثم يقول له: ومن خلق الله؟ ومن خلق الله؟ ها هنا بدأ الشكوك، بدأ التشكيك، بدأ إلقاء الريبة، كأنه يقول له: يعني إذا الله له خالق. وهنا أهل العلم يردون برد في غاية البساطة، في غاية السهولة واليسر، نقول: إن الأمر إما أن ينتهي في النهاية إلى خالق لهذه الكائنات كلها، وهذا الخالق لا يكون مخلوقا أبدا، لو كان مخلوقا لحدث التسلسل أو الدور والتسلسل، والدور والتسلسل ده باطل يا أولادي. طب إزاي باطل؟ أضرب لكم مثالا مشهورا بين حتى عامة الناس، أيهما أولا، البيضة أم الدجاجة؟ البيضة أم الدجاجة؟ لو قلنا الدجاجة نقول: طب إذا الدجاجة نتجت عن بيضة، لو قلنا البيضة نتجت عن دجاجة، لكن الأمر الطبيعي أن هناك خلق من القديم، من الواحد، من الخالق الله للدجاجة، ثم بعد ذلك أنتجت الدجاجة البيضة، والبيضة أنتجت الدجاجة، وهكذا إلى آخره. فالتسلسل هذا أمر باطل. وحتى في حياتنا، في حياتنا لا بد أن تتسلسل الأمور إلى بداية
هذه البداية غير مسبوقة، والذي أنشأ هذه البداية لا بد أن يكون هو الله سبحانه وتعالى. أفقهتم أبنائي كيف أن التسلسل دون أن نقف إلى بداية للخلق يؤدي إلى المحال وهو التسلسل؟ هذا أمر بسيط وواضح لذي عينين وذي فكر سليم ومستقيم. أما بالنسبة للنوع الثاني وهو النوع الخفيف الذي هو مجرد الوسوسة فقط، والذي جاء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علاجه؟ ما علاجه؟ هذا علاجه علاج إيماني، مش عايز تفكير ولا أدلة ولا رد للشبه، لأنه ما وصلش لهذه الحالة، ولكن علاجه علاج إيماني. واحد من ثلاثة. أول حاجة الاستعاذة واللجوء إلى الله، كأني أقول يا ربي هذا الشيطان يريد أن يوسوس لي ويزعزع إيماني الثابت كثبات الجبال، أعذني، انقذني، احمني منه، فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فهو الذي يحميني ويرد وسوسته وكيده ولا يجعلها تؤثر في نفسي، بل ربما تنقلب إلى مزيد الإيمان ووثوق الإيمان وصريح الإيمان كما قال سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر الثاني مراغمة الشيطان وانهزامه وإبداء القوة الإيمانية ضد كيده هذا. فأقول مثلا حين يوسوس لي أقول آمنت بالله، كأنني أقول أنت كذاب أيها الشيطان، في وسوستك هذه أنت كاذب، وأنا ما فعلت معي من وسوسة في الإيمان زادني قوة وزادني إيمان، ولذلك الدليل على هذا أقول آمنت بالله. وبهذا قال النبي لأصحابه فإذا وجد أحدكم هذا اللي هو الوسوسة دي فقل آمنت بالله، آمنت بالله، وكأنك بهذه الكلمة هزمت ودحرت كيد الشيطان ورددته في نحره وضربت وجهه به، فلا وجه ولا طريق ولا سبيل لإعادة الوسوسة، لأن الوسوسة زادتك إيمان، والدليل على ذلك أنك قلت آمنت بالله. الأمر الثالث الإعراض عن وسوسة الشيطان والتلهي عنه، يعني ملوش لازمة، والتلهي عنه والاشتغال بغيره، والاشتغال بغير يعني وسوسته ما تدهاش حتى تفكير ليك ولا تفكر فيها ولا لها لازمة، كأنك تقول له أنت لا قيمة لك، وسوستك هذه لا قيمة لها، لا أثر لها، ولذلك أنا مش هنشغل بيها، بس أنا حألهي نفسي بمزيد من الإيمان وأفعال الإيمان وأفعال الطاعات، حتى تعلم أيها الشيطان أنك لا قيمة لك، وهذا كما يقولون اصبر على مرض الحسود فإن صبرك قاتله،
فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله، اجعلوه يأكل في نفسه ويتغيظ هذا الشيطان، لأن ما ألقاه لا يجد أذانا صاغية ولا يجد قيمة ولا يجد حتى مجرد الاهتمام أو التفكير فيه أو التأثر به. ولا شك أن الثالث أيضا هو رد وعلاج قوي يدحر كيد الشيطان ويرده في نحره. أبنائي وأحبائي، واضح من الحديث أن هذا الحديث من أهم مقاصده تثبيت الإيمان في قلوب المؤمنين، الاستعداد لمواجهة الشياطين. حين يوسوس لك الشيطان لا تنزعج، لا تنزعج، فهذه الوسوسة لا تأتي إلا لأهل الإيمان، ولكن غير أهل الإيمان تأتي لهم بالشكوك والريبة وحتى يخرجوهم من عقيدتهم ويتشككوا في عقيدتهم. أبنائي، هذا إذا وجدته في نفسك وأنت تستعظمه ولا تستطيع أن تفصح به، فأبشر، أبشر يا بني، أبشري يا بنيتي، فذاك سماه النبي صريح الإيمان، صريح الإيمان. ولكن إذا عرضت الشكوك فوجب أن تلجأ يا بني، يا بنيتي، إلى أهل العلم وإلى كتب العقيدة، وترد بهذه الكتب وبهؤلاء العلماء على أي شبهة تعرض لكم، حماية لكم من أن يتمكن الشيطان من قلوبكم فيحول أو ينقص أو يؤثر على ثبات الإيمان. كونوا في إيمانكم على قوة وعلى ثبات، تزول الجبال ولا يزول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في ختام مقرر الحديث النبوي الشريف.